الجزائر مباشر، وقفة عند الخبر وتحليل لأهم الأحداث الوطنية الدولية والسياسية مع ضيوفنا من محللين وأساتذة. في الحدث اليوم نتابع: رئيس الجمهورية يؤكد مرافعة الجزائر بكل إخلاص ووفاء لتمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية كأقدم قضية على جدول أعمال المنظمة الأممية الدولية، في كلمته خلال أشغال مجلس جامعة الدول العربية بالمنامة. وفي الملف الدولي نناقش: في اليوم 22 بعد 200 من العدوان، آلة الدمار الصهيونية تواصل قصف المدنيين العزل في رفح وفي جباليا، ومحكمة العدل الدولية تنظر في طلب جنوب إفريقيا بخصوص الوضع في رفح. وفي ضمن الملف نناقش: ضمن سياسه الدوله لتطوير وهيكله القطاع الفلاحي، خلق الاقطاب الكبرى المندمجه لتطوير الشعب الفلاحيه الاستراتيجيه وتبه حقيقيه لكسب معركه الامن الغذائي والدفع بالديناميكيه الاقتصاديه. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الجزائر مباشر. إذن التأمت اليوم القمة العربية في دورتها 33 في ظرف دولي صعب وآخر إقليمي أصعب بكثير أمام عجز آليات العمل الدولي، واقع أضحى يرهن حاضرة ومستقبل السلم والأمن والتنمية. وعلى هذا الأساس عملت الجزائر منذ انضمامها إلى مجلس الأمن بكل أمانة وإخلاص ووفاء على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية كأقدم قضية على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة. هو ما ركز عليها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كلمته إلى المشاركين في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالمنامة، ألقاها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش أهم في هذا العدد أهم ما حملته هذه الكلمة من تجديد تأكيد موقف الجزائر الداعم والمناضل للقضية الفلسطينية المركزية. وأسعد باستضافتي البروفيسور نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك أستاذة. وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، وخاصة نتناول هذا الموضوع المهم حول القضية الفلسطينية. مرحبا. كما نسعد أيضا باستضافتي الدكتور فتح خننو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور. شكرا على الاستضافة سيدتي. شكرا لكما على تلبية دعوة برنامج الجزائر مباشر. وقبل أن نستفيد في هذا النقاش المتعلق بكلمة السيد الرئيس، نتابع هذا المقطع من كلمة السيد الرئيس الجمهورية إلى المشاركين في الدورة 33 للقمة العربية، والتي قرأها نيابة عن السيد الرئيس وزير الشؤون الخارجية. نتابع المقطع. إن قضيتنا المركزية أحوج ما تكون اليوم لأمة عربية موحدة وقوية تتقدم صفوف المناصرين لها وتكون أول المرافعين لصالحها وتتموقع في طليعة الساعين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي. وعلى هذا الأساس فقد عملت الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن بكل أمانة وبكل وفاء وبكل إخلاص على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية.
إذا مشاهدينا الكرام نناقش هذا الحدث، وأسهل النقاش بك سيدة نبيلة بن يحيى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. سيد الرئيس من خلال هذه الكلمة قد استرسل وركز كثيرا على القضية الفلسطينية، هي القضية الآن المركزية المطروحة على كل المستويات سواء كانت أممية أو دولية أو غير ذلك. ما هي قراءتك الأولية لهذه الرسالة سيدة نبيلة؟ بداية الرسالة كانت واضحة جدا في مسارها وفي أهدافها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي سعت الجزائر منذ الاستقلال إلى هذه اللحظة التي نعيشها على تبيان مسار هذه القضية التي جاءت في ظروف سياسية دولية طعنت في القضية الفلسطينية، وبالتالي أصبحت هذه القضية مظلومة تاريخيا من طرف تلك المرحلة التاريخية التي عاشتها من استقطابات دولية كانت تعيش فيها الثنائية القطبية في محاور ظلمت القضية الفلسطينية. واليوم مع هذه الاستقطابات الحالية غير المنسجمة كما كانت عليه في السابق زادت ظلما القضية الفلسطينية، لكن بعد طوفان الأقصى يعني تحول مسار القضية الفلسطينية بعد أن سعت الفاعلين الدوليين وبعض الفاعلين الإقليميين من أجل تصفيتها، إلا أنها قفزت قفزة نوعية حتى وصل صوتها إلى كل دول العالم، وخاصة مع شاهدة هذه الهبة العالمية من طرف نخب الدول الغربية. والجزائر بحكم أنها عضوا في مجلس الأمن منذ اللحظة الأولى سعت بكل الطرق الدبلوماسية حفاظا طبعا على الشرعية الدولية وإحقاقا للأمن والسلم الدوليا استظهار هذه القضية الفلسطينية، وحملت المجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن مسؤوليته القانونية ومسؤوليته الإنسانية تجاه هذه القضية التي نشهد مشروع إبادة ومشروع تطهير عرقي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، ولو أن مشروع الإبادة كان منذ غرس هذا الكيان الصهيوني في المنطقة العربية عام 1948. وأعتقد بل أجزم أن الجزائر من الدول التي تفردت في استظهار واستحقاق أن تكون فلسطين اليوم عضوا في هيئة الأمم المتحدة بدليل مصادقة أو يعني تأكيد كل من 143 دولة أن تكون فلسطين عضوا في هيئة الأمم المتحدة ذات سيادة، رغم أن بعض الإشارات من المجلس الأمن من عضو واحد فقط أنه وهو العضو الحليف الاستراتيجي لهذا الكيان الصهيوني، لكن تبقى أن مسار القضية تحول تحولا جذريا في صالح القضية. سيد الرئيس في هذه الرسالة أكيد أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير جدا بالنسبة لفلسطين وللجزائر أيضا هو مهم، وسنعود للنقاش عليه، لكن تحدث على بعض التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية في هذا السياق الدولي الآن. ما هي هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ويريد السيد الرئيس من خلال هذا المجمع بالنسبة للدول قادة الدول العربية إشارة إليه وأيضا التأكيد عليه؟ يعني رئيس الجمهورية أكد على ثلاث نقاط مهمة. أولا أن القضية قضية إنسانية، ولا بد من تأكيد أن هذه المساعدات يجب أن يعني تصل في وقتها وزمانها إلى الضحايا الفلسطينيين. والنقطة الثانية، حمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه القضية وما يحدث داخل الأراضي المحتلة. والنقطة الثانية، تحميل هذا المجتمع الدولي أو يحمله المسؤولية السياسية تجاه هذه القضية. يعني مسار تاريخي منذ الاحتلال عام 1948، ولا فقط البارحة احتفلنا
لن أقول احتفلنا، ولكن نتأسف أنه كان في ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني. يعني اليوم يتم تهجيره تهجيرا قسريا، وفي نفس الوقت ترهيبه وعملية إجرام تقام على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي. لذا كانت رسالة السيد رئيس الجمهورية ليس فقط في هذا في هذه القمة العربية في المنامة، ولكن في اجتماعات عدة وفي محطات دبلوماسية يعني متسلسلة، وعلى رأسها مجلس الأمن، بما أن الجزائر هي عضو في هذا المجلس، سعت بكل وسائلها الدبلوماسية أن تضع النقاط فوق الأحرف وتحرك مسار هذه القضية، باسم أن الجزائر تعتبر أكبر حركة تحرر عالمية ناجحة، واليوم هي ترافع من أجل هذه الحركة التحررية، من أجل إسماع صوت المقاومة الفلسطينية وإسماع صوت الأحرار في فلسطين. وهنا كان فيه انسجام أحرار العالم الذين وافقوا أو توافقوا مع الدبلوماسية الجزائرية في حركة الدبلوماسي في مجلس الأمن، وكذلك على مستوى هيئة الأمم المتحدة وعلى مستوى هيئات أخرى. واليوم في القمة العربية القضية الفلسطينية بحاجة إلى أحرار العالم، مستد فتح خنان تؤكدها السيدة نبيلة بن يحيى، وهي أيضا قضية مركزية ومحتاجة اليوم إلى أمة عربية موحدة وقوية، يشدد اليوم السيد الرئيس. أكيد أستاذة فاطمة الزهراء، حقيقة بأنه كلمة السيد رئيس الجمهورية اليوم في القمة 33 بالمنامة البحرين التي ألقاها وزير الخارجية أحمد عطاف هي تتسم بالحكمة، هي كلمة الحكمة. لماذا؟ لأنها انطلقت من الواقع العربي ولم تتجاوزه. الواقع العربي لو تلاحظي أن كلمة رئيس الجمهورية كانت مقسمة إلى ثلاث محاور أساسية، والحصة الكبيرة لهذه الكلمة كانت مركزة حول القضية الفلسطينية، إيمانا من السيد رئيس الجمهورية ومن الجزائر أيضا كدولة كجهاز دبلوماسي كتصور للسياسة الخارجية بأن مفتاح حل أزمات العالم العربي وربما في مجال جيوسياسي أكثر اتساعا وهو الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية. لذلك كلمة السيد رئيس الجمهورية كانت كلمة تشريحية وكلمة قوية، وانطلقت من الأسس الحقيقية ومن الوقائع الحقيقية التي يعيشها اليوم الشعب الفلسطيني الأعزل. نتكلم فاطمة زهراء عن 32 مليون طن من الركام، عن 400 ألف منزل تم تهديمه، عن مياه ثلثي المياه في رفح مثلا ملوثة، عن انعدام الغذاء، 1.1 مليون نسمة في قطاع غزة يعانون من المجاعة. يعني كل المؤشرات اللا إنسانية نتيجة الهمجية البربرية التي يمارسها الكيان الصهيوني موجودة في فلسطين اليوم وفي قطاع غزة بصورة خاصة. لذلك الجزائر أولت أولوية قصوى بالنسبة لهذا الموضوع. وربما لو نرجع قليلا إلى الوراء نجد أن أول من دافع عن القضية الفلسطينية وأعاد إحياء هذا الأمر وهذا الملف، خاصة فيما يتعلق أيضا بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، هي القمة التاريخية في الجزائر المنعقدة في 21 نوفمبر 2022. وبالتالي قمة الجزائر هي كانت قمة الإنجازات وقمة النتائج أيضا، وهي التي دفعت بهذه القضية المركزية الأساسية. وبالتالي هذا هو العالم العربي اليوم. العالم العربي مثل ما ذكر أيضا في المحور الثاني، ولو توقف أستاذ عند هذه النقطة المهمة التي تشير إليها، باعتبار أن قمة الجزائر هي التي أعادت طرح القضية الفلسطينية وأعطت ذلك الدفع القوي لهذه القضية التي كانت للأسف نوعا ما تغيب حتى في المحافل بين الدول العربية. الجزائر أعادت طرحها على المستوى بعد لم شمل الفصائل الفلسطينية، أعادت طرحها بقوة وبطريقة يعني تقديم اقتراحات وإجراءات من أجل حل هذه القضية على المستوى العربي والمستوى الأممي. واليوم فلسطين، الدولة الفلسطينية تجني ثمار الدبلوماسية الكبيرة للجزائر. صحيح، كلامك مهم جدا، ملاحظة مهمة. لو تلاحظي أن الجزائر مع القضية الفلسطينية اشتغلت في إطار مقاربة تراكمية. نبدأ بين اللقاء لم الشمل الفلسطيني الذي حدث في الجزائر في 13 أكتوبر 2022، مباشرة تبعتها القمة العربية في الجزائر 21 نوفمبر
2020، وأهم مخرجاتها وكان من القرارات المركزية هو لابد من تمكين فلسطين من عضوية كاملة في الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها الأساسية والدفاع عن قضيتها المركزية. والمستوى الثالث هو التحرك القوي للجزائر وللجهاز الدبلوماسي الجزائري على مستوى مجلس الأمن. ما قامت به الجزائر في مجلس الأمن منذ توليها لعضويتها غير الدائمة هي مهام غير مسبوقة في التاريخ، بدفاع مستميت وقوي جدا عن القضية وإعادة تسليط الضوء عنها. وبالتالي هنا تركزت الأسس الكبرى والمحاور الأساسية لكلمة السيد رئيس الجمهورية. عندما نتحدث عن فلسطين فنحن نتحدث عن مفتاح استقرار العالم العربي في حد ذاته. نعم أستاذ خلونا، والأكيد أيضا بأن القضية الفلسطينية هي اليوم تعد من بين أقدم القضايا المطروحة على المنظمة الأممية، منظمة الأمم المتحدة، وبعد ذلك هذا الإنجاز أيضا الدبلوماسي. ونتحدث قبل قليل مع بروفيسور نبيلة بن يحيى على أهميته الذي يعيد أيضا الطرح هذه القضية الفلسطينية. هل تتوقعون تدويل القضية الفلسطينية؟ وأظن بأن هذا هو المسعى الذي تريد أن تصل إليه الجزائر. صحيح، هذا كلام مهم أيضا، أن ننطلق من 7 أكتوبر. لماذا 7 أكتوبر؟ لأنه 7 أكتوبر أعاد إحياء أسس القضية الفلسطينية. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، السيد رئيس الجمهورية في كلمته أيضا تكلم على مسألة الزخم الذي تعرفه القضية الآن، يعني مثلا إيمان الكثير من الدول اليوم، ذكرت الأستاذة نبيلة قبل قليل الاستفتاء العالمي في الجمعية العامة الأسبوع الماضي بتصويت 143 دولة يعتبر مكسب كبير وزخم ممتاز بالنسبة للقضية الفلسطينية، بمعنى أنه المجموعات داخل أوروبا وإفريقيا والعالم العربي والإسلامي وحتى في دول أمريكا اللاتينية تؤمن إيمانا عميقا الآن الدولة الفلسطينية، إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 67، ولكنها تكون دولة كاملة الأركان والأسس، ليست تلك الدولة العضوية التي يريدها الكيان الصهيوني بأنها تكون دولة مشوهة فقط إدارية. تبنى الدولة الفلسطينية مثل ما تدافع عليه المقاربة الجزائرية وفق أسس كاملة الأركان، لديها مهام ولديها حدود ولديها جيش يحميها، وبإمكانها أن تقيم اتفاقية الدفاع وأن تدخل القانون الدولي وتتعامل على أسسه. وبالتالي أولينا اهتمام لهذا الموضوع. لأنه الآن يبدو أنه فيه نتيجة الزخم الذي حدث الآن ونتيجة أيضا المعركة التي قادتها الجزائر، المعركة الدبلوماسية على مستوى مجلس الأمن والدفاع المستميت عن القضية والزخم الذي تعرفه الآن. ولاحظي أيضا بأنه ما حدث الآن أسمحك لأنه الآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العشاء على مستوى ولاية الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح
الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. نواصل نقاشنا، أتوجه إليك يا أستاذ نبيلة بن يحيى بالحديث على النقطة التي توقف عندها البروفيسور خننو بالحديث على قيام هذه الدولة الفلسطينية، وهو المشروع الفلسطيني، قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة ودون قيد وشرط. يؤكد أيضا السيد الرئيس في هذه الرسالة وبالاعتراف الكلي بالدولة الفلسطينية. أستاذ نبيلة، ما هو هذا المسعى؟ ما هو هذا القصد الذي يريده هنا السيد الرئيس أن يوضحه، خاصة عندما نتعلق بقيام الدولة الفلسطينية الكاملة، مشروع قيام الدولة الفلسطينية الكاملة؟ فعلا يعني السيد الرئيس وضع النقاط فوق الأحرف حول مسار هذه القضية التي انتهك منذ التأسيس لهذا الكيان إلى هذه الساعة التي نتحدث عنها، خاصة بعد المجازر الرهيبة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني. والسيد الرئيس يستند إلى سياسة الدولة من خلال سياسة خارجية لها مجموعة من الثوابت التي ترتكز عليها. وهنا ملاحظة منهجية فقط، يعني نعم. تقريبا كل السياسات الخارجية في مسارها السياسي تستند على مجموعة من المصالح، لكن السياسة الخارجية الجزائرية لها من الثوابت التي تؤدي إلى مواقف، والمواقف الجزائرية ومواقف الدولة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية كانت واضحة منذ استقلالنا أو قبل، حتى قبل استقلاله، بدليل أنه كان فيه أكثر أو فيه 44 قمة عربية، من بينها القمم العادية وغير العادية والقمم التنموية. كانت أول قمة عربية تعقد في الجزائر كانت عام 1973. في سنة 1974 ماذا فعلت الجزائر؟ لماذا تحدثنا السيد رئيس الجمهورية يمثل هذا الهيكل الهوياتي للدولة الجزائرية في مسار القضية الفلسطينية؟ نعم. إذن قلت في القمة العربية عام 1973 انعقدت هنا في الجزائر في عام 1974، تم إدخال المرحوم ياسر عرفات إلى هيئة الأمم المتحدة بمعية الرئيس الراحل هواري بومدين. نعم. وهذه كانت سابقة تاريخية مميزة في تاريخ القضية الفلسطينية التي كانت في تلك المرحلة منتهك انتهاكا شاملا. نعم. بعد القمة الثانية التي انعقدت في الجزائر كانت عام 1988. نعم. مباشرة في الجزائر بعد القمة كان في إعلان على قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر، وهذه كذلك من أهم الإعلان أو التي تفردت به الدولة الجزائرية في مسار أو كإنجاز للقضية الفلسطينية. ثم كانت القمة الثالثة عام 2005، والقمة المهمة هي قمة الجزائر في عام 2022. أين قامت الجزائر قبل هذه القمة بجمع 14 فصيلا فلسطينيا على أساس توحيد هذه الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق ماذا؟ استقلال فلسطين. وكان هذا بالفعل، هذا الإنجاز تم إدراجه ضمن برنامج قمة الجزائر في 21 نوفمبر كدلالة تاريخية، أولا برمزية هذا الشهر شهر نوفمبر، وفي نفس الوقت كانت موجودة القضية الفلسطينية كبرنامج أولي
في مسار أو في مخرجات القمة العربية. نعم. إذن سيد رئيس الجمهورية يعني إعلان المنامة اليوم قد أكد وإذا جدد التأكيد ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة بطلب من الجزائر، وهو الآن المطلب الجزائري. هذا المطلب الجزائري الآن يثمنونه القادة العرب من خلال قمة المنامة. ما قراءتكم؟ فعلا يعني هذا المسار التاريخي مع ما أنجزه السيد رئيس الجمهورية في حراكه الدبلوماسي وفي تصريحاته الدبلوماسية وفي في مخرجات القرار بعد تصويت 14 عضو في مجلس الأمن. نعم. كله وافق على وقف الحرب وتقديم المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني. نعم. وهذا الإنجاز الذي قامت به الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن يعني مهم جدا، الذي اليوم يثمن، وكان من خلاله الإنجاز الثاني أن وافق أعضاء بأغلبية 143 عضو. نعم. بأغلبية أن تكون فلسطين عضوا ذات سيادة في هيئة الأمم المتحدة. إذن في اعتقادي هذا المسار الدبلوماسي الذي حققته الجزائر لصالح القضية الفلسطينية تقريبا تريد أن تخرج من مسار التوصيات إلى تحقيق أو إنجاز القرارات الفاعلة. نعم. من أجل أن استقلال القضية الفلسطينية. حتى نختم. نعم. نقاشنا. نعم. بك أستاذ بروفيسور فتح رنو بالحديث أيضا بأنه السيد الرئيس أكيد قد ركز على القضية الفلسطينية من خلال هذه الكلمة، وتحدث أيضا عن الأوضاع في السودان، في اليمن وفي ليبيا أيضا، هذه الدول الشقيقة، وأكد على ضرورة الحل السلمي والحوار وعدم التدخل الأجنبي. صحيح، هذا كان المحور الثاني من كلمة رئيس الجمهورية، وكان أيضا محور مهم جدا، لأنه العالم العربي اليوم مسح جيوسياسي، نجد بأنه الكثير من الدول الآن تعاني من عدم الاستقرار، وتعاني أيضا من ازدياد عدد النزاعات، وبالتالي هي كانت أيضا مقاربة ربما تشريحية ذات أبعاد اجتماعية، ذات أبعاد اقتصادية، ذات أبعاد سياسية، ولكن ذات أبعاد أمنية أيضا. نعم. يعني لما نقرأ كلمة الرئيس ونستشف منها بأنه الدول التي فقدت أمنها تحس بمعنى الأمن كنعمة. صح. لذلك احنا دائما نرافع ونؤكد دائما بأنه الأمن هو كل شيء، وأن الدول الوطنية وبقائها هي كل شيء، وبالتالي أيضا هذا كان محور مهم جدا. نعم. استأنس به السيد رئيس الجمهورية من خلال كلمته. مسألة التدخلات الأجنبية كانت أيضا نقطة مهمة جدا، لأنه التدخلات الأجنبية تعمل كأرضية خصبة لتعطيل أي مشروع سياسي على مستوى العالم العربي. نعم. حتى وإن كانت مخرجات جميع الدول العربية تتكلم على تعميق العمل العربي المشترك وبناء علاقات اقتصادية قوية وعلاقات سياسية قوية، لكن التدخلات الأجنبية ومنذ تقريبا 1945 إلى يومنا هذا أنهكت المنطقة وأفقدت لها توازنها، وبالتالي أفقدت دفاعها عن مصالحها الاستراتيجية ومصالحها الحيوية. وبالتالي أعود وأقول بأن كلمة السيد رئيس الجمهورية هي كانت كلمة الحكمة، لأنها انطلقت من كل إشكاليات العالم العربي واشتبكت معها وتفاعلت معها وقدمت حلول لها أيضا. نعم دكتور فتح رنو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لك. شكرا. دكتور على حضورك معنا وعلى تفصيلك معنا في هذه الكلمة، والدكتورة أيضا نبيلة بن يحيى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لك دكتورة على حضورك معنا وعلى تفصيلك معنا في هذه القضية الفلسطينية المركزية، والتي هي تعد أيضا كما تحدثنا من خلال الحدث هي في بوصلة الانشغالات. نتحول الآن إلى الملف الدولي مع الزميل إبراهيم الخليل كربال، والذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني في الملف الدولي بعد الفاصل. النقاش في الملف الدولي والمتعلق بفلسطين، تفضل.
شكرا لك فاطمة الزهراء. إذن في الملف الدولي متابعة مستمرة لكل ما يحدث من مستجدات هناك في قطاع غزة، حيث يتواصل القصف الهمجي والبربري للاحتلال الصهيوني على كامل مدن قطاع غزة. اليوم في باجتياحه لمدينة رفح لا أمان في أي منطقة في قطاع غزة، والحصيلة تبقى مفتوحة من الدمار في حجم هذا الدمار وحصيلة أيضا الشهداء. لمواصلة أو لمتابعة حصيلتها اليوم والمستجدات في هذا في حرب الإبادة هذه على قطاع غزة، نتابعها في هذا الموضوع مع الزميلة أحلام قلمامي. زي ما انت شايف الوضع كله مدمر، ولا دار على حالها ولا شارع، كل الدور مدمر. يتواصل القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة يوميا، مسجلا مجازر جديدة مع كل ساعة ودقيقة تمر. وترد المقاومة الفلسطينية بكل إباء، مكبدة الاحتلال خسائر مادية وبشرية معتبرة. الردود العالمية حول هذه المجازر لم تتوقف، لتعقد اليوم وغدا محكمة العدل الدولية جلسات إضافية تستمع فيها إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا. طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية طارئة لوقف الانتهاكات غير الشرعية على شعب أعزل، وبغية سحب الاحتلال لقواته بشكل عاجل من مدينة رفح. فيما ستبحث المحكمة الدولية إجراءات طوارئ إضافية ضد الكيان الصهيوني. إذن أسعد باستضافتي الأستاذ رائد ناجي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ رائد، ونبدأ من حيث انتهى التقرير حول ما يحدث في اليوم 22 بعد 200 من حرب الإبادة هذه على قطاع غزة. طبعا اليوم يعني بكل صراحة ونقول أن منذ أن وضع الاحتلال مخطط قضية تدمير قطاع غزة وأن لا يبقي مكانا آمنا في قطاع غزة، هذه الخطة التي تضمنت أن تكون من الشمال نزولا إلى الوسط ثم إلى الجنوب. اليوم هذا الاحتلال والكابينة المصغر لهذا الاحتلال أو على ما يسمى بمجلس الحرب لهذا الاحتلال هو ماضي في هذا الأمر، وبالتالي تقسيم أولا قطاع غزة إلى عدة كنتونات أو على الأقل مربعات، يعني هكذا دائما سياسة الاحتلال، وبالتالي بدأ بالشمال وبدأ بفصل السكان وبدأ بفصل الكثافة كانية في داخل قطاع غزة، واتجه إلى جنوبا اليوم إلى رفح عندما وصلت تقريبا 2,300 ألف فلسطيني في داخل رفح. فبالتالي هذا يعني إذا هذا يبين السياسة الاحتلال بأنه ماضي إلى مزيد من التدمير وأن لا يجعل قطاع غزة مكان لا حياة فيه ولا توجد حياة فيه، وأيضا أيضا في معنى آخر باتجاه التهجير القسري للفلسطينيين، وأن كان يسميه تهجيرا طوعيا طبعا اللعب على المصطلح، لكن في النهاية هو التهجير القسري للفلسطينيين وأيضا إبادة أيضا يرافق هذا إبادة للفلسطين، كأنه يضع الفلسطيني أمام خيارات. ولعل هذا الأمر يعيدني إلى بيت إسرائيل هذا المتطرف أو وزير المالية المتطرف الذي تحدث إما عن الفلسطيني أم يقبل أو يرحل أو يقتل، وبالتالي اليوم كلمة يقتل هي ما نرى على هذه الشاشات. وبالتالي أنا باعتقادي أن الأمر ما زال مهدد بأن يتواصل أكثر فأكثر وأن ترتفع حصيلة الشهداء في داخل فلسطين وهذا التدمير، لأن الاحتلال اليوم لن يتراجع يعني في مجلس الكابينة أو بالتحديد نتنياهو الذي ركب رأسه وصعد إلى أعلى الشجرة اليوم لن ينزل هذه الشجرة بدون تدمير كامل، طالما أنه أنض جدا والضوء الأمريكي يخفض قليلا ثم يتضح قليلا، فبالتالي الأمور باعتقادي تذهب باتجاه مزيد من التدمير ومن القتل والإبادة. على ذكر الضغوط الدولية، اليوم محكمة العدل الدولية تنظر في طلب جنوب أفريقيا بخصوص الوضع في رفح. طبعا هي جنوب افريقيا قد تقدمت من قبل محكمة العدل الدولية وحازت، يعني كانت مدة الشهر ولحد الآن اليوم أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل هذا المساء، حتى أن مصر يعني قبل فترة قد هددت بأنها ستنضم، وأن اليوم نسمع من مثل موقع اكسيسوس الأمريكي يتحدث عن ضغوط أمريكية على مصر بأن تتراجع عن قضية المحاكم الجنائية الدولية وأن تنضم إلى جنوب افريقيا. فبالتالي اليوم جنوب افريقيا نعم هي مصرة رغم الضغوط الكبيرة جدا، ولكن يعني ديدا أن هناك شعوب حرة تقف إلى جانب على الأقل جنوب افريقيا، إلا
لأنه أنا في اعتقادي أن القارات ممكن أن تحصل على قارات وأمكن أن تذهب، لكن دائما سنواجه دائما الفيتو الأمريكي والعرقلة، كون أن المحكمة العدل الدولية أحد هيئات الأمم المتحدة، والأمم المتحدة نعرف كيف صنعت في بريتن وودز 1945، وبالتالي باعتقادي اليوم على الأقل الغرب لحد الآن يعني لم يجد ضاغطا قويا على الأقل يجعل الغرب أو يكبح جماح الغرب بالتالي أن يتراجع، هي فقط يعني تعامل مع الوضع الحالي على طريقة كما تسميها ستورمي من يعني كما فالنسي كما يقال قبعة القش أو حديث القش يعني الفزاع يعني بمعنى آخر، دائما يتعامل الغرب يعني إذا ما حدثت بعض الاضطرابات أو بعض الظروف بعض في داخل الدول الأوروبية أو مسيرات أو غير ذلك يتحرك الإعلام الغربي، لكن الإعلام الغربي دائما يذهب بما قلت لك يعني على طريقة رجل قبعة القش الذي يذهب باتجاه التسليط على بعض الجزئيات لكنه يترك الحقائق، فبالتالي يغطي على هذا فهذا، فبالتالي لحد الآن هذا الاحتلال لن يجد يردعه. لكن دائما أقول أنه أي انتصار قضية فلسطينية حتى أمام المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية وأي هيئة دولية طبعا هذا في صالح القضية الفلسطينية، حتى على مستوى الاتحادات سواء الجامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو حتى على مجتمع التعاون الإسلامي أو حتى الجنوب مثلا الدول السبعين زائد مثلا، كل هذه طبعا مهم جدا القضية الفلسطينية باعتقاد أنه اليوم المنحنى القانوني له تداعياته وله أبعاده، ولعل هذا الأمر يؤرق هذا الاحتلال، ولعل ربما يعني نجد مثلا رئيس الكيان يعني تحدث في كثير من مراكزه البحثية والاستراتيجية تتحدث على ألا يخسر الاحتلال أحد دعاماته أو استراتيجيات الأساسية اللي هو الاستراتيجية القانونية، ومع ذلك نقول أن جنوب أفريقيا ممكن أن تصل إلى هدف، وخاصة أنه اليوم أعتقد أنه الاستقطابات داخل العالم بدأنا نعيش فعلا الآن مرحلة اللا قطبية، بمعنى آخر لا سيد في هذا العالم اللا قطبية، وبالتالي أعتقد اليوم في حالة هذه اللا قطبية خلقت إفرازات يعني كثيرة جدا، ولعل أدل على كلامي في الجمعية العامة مؤخر 143 دولة تصوت لصالح أن تكون فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، كل هذا يعني أن الاستقطابات والاصطفافات بدأت تتمايل وتهتز من جهة إلى أخرى، هذا طبعا سيكون إلى صالح القضية الفلسطينية، بالتالي ستكون ستدعم جهود إفريقيا وستدعم جهود الجزائر في مجلس الأمن وستدعم كل الأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية. وماذا عن الجهود المتوقعة على مستوى الجامعة العربية؟ طبعا هي للجزائر يعني ربما اليوم قال العطاف يعني دائما نقول لله درك يا العطاف تقول ولا تخاف، دائما أقول دائما العطاف يعني واضح جدا في حديث يعني أمام جامعة الدول العربية اليوم، وهذا الحديث دائما الذي ربطه أيضا بقمة الجزائر اليوم باعتقادي الأولوية التي تنادي بها الجزائر وهي المطلوبة حقيقة، أولا أن نعيد لم الشمل الفلسطيني، اثنين تكوين كتلة فاعلة، وإن كانت هناك الجزائر اليوم تمثل الكتلة العربية والإسلامية وحتى الإفريقية، ولكن نحتاج إلى قمة عربية فاعلة فعلا من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى موضعها، وبالتالي هذا يعني سيجعل على أقل ستار ما بين التطبيع وما بين القضية الفلسطينية التي يريد البعض أن يأد هذه القضية. شكرا لك أستاذ رائد ناجي على مشاركتك في هذا العدد من برنامج الجزائر المباشر، والعودة إليك فاطمة الزهراء. شكرا إبراهيم. إذن مشاهدين الكرام نتحول بكم إلى الملف بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد في الملف. إذن في الملف خصصناه للحديث عن الاستراتيجية الوطنية للمساحات الاستراتيجية للصراعات الاستراتيجية، فمن صحراء قاحلة إلى أراضي فلاحية خصبة تجود بمنتجات فلاحية وفيرة من حيث الكم والكيف، الوجه الجديد لصحرائنا الشاسعة والغنية بالثروات، مقومات لم تكن تنتظر إلا إرادة سياسية وتكاتف سواعد أبناء هذا الوطن العزيز. المسار بدأ بوضع خارطة طريق للقدرات الطبيعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي بولايات الجنوب يسمح بتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية بالتنسيق مع كل الفاعلين لتحديد الاحتياجات الخاصة من حيث التربة والمياه والطاقة والبنى التحتية والاتصالات. نفصل في هذه الاستراتيجية الكبرى مع ضيوفي الكرام، وأسعد باستضافة السيد عثمان عبد العزيز والي ولاية تجرت. مرحبا بك سيد الوالي. شكرا. مرحبا. شكرا على الاستضافة. مرحبا. كما نسعد أيضا باستضافة السيد العربي بهلول والي ولاية أدرار. مرحبا بك سيد الوالي. سلام عليكم.
كما يقاسمنا النقاش أيضا الدكتور العربي غويني محلل اقتصادي. مرحبا بك سيد. مرحبا بك وشكرا على الدعوة. مرحبا بك أستاذ العربي غويني وبضيوفي الكرام، وشكرا لكم لتلبية برنامج وشكرا لكم لتلبية دعوة البرنامج. نستهل نقاشنا الآن وقبل أن نستفيد في هذا النقاش المهم المتعلق بهذه الاستراتيجية، نستمع لتصريح السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد يوسف شرفة. سيدا، لالتزامات السيد رئيس الجمهورية الذي حث على ضرورة التوجه نحو الاستصلاح المستدام للأراضي بالجنوب لتطوير الزراعات الصناعية، لا سيما بعد دخول إجراءات إضافية لتشجيع المستثمرين حيث التنفيذ يعمل. إذن نناقش هذا الملف المهم جدا المتعلق بالسياسة والسياسة الزراعات الاستراتيجية. أستهل بك النقاش سيد عثمان عبد العزيز والي ولاية توغرت بالحديث على هذه الاستراتيجية التي هي تعتبر ولاية توغرت من بين هذه الولايات التسع الرائدة في هذا المجال والمندمجة في هذه الاستراتيجية. بداية لو نتحدث سيد الوالي على كيف تم تطبيق هذه الاستراتيجية في ولاية توغرت وما هي أهم النتائج التي تم تحصيلها عليها بعد تطبيق هذه الاستراتيجية. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الاستراتيجية التي سطرها السيد رئيس الجمهورية، نحن في ولاية توغرت نعمل على تطبيقها وتنفيذها في الواقع، وذلك بمنح مساحات كبرى لمؤسسات ومستثمرين جديين من أجل القيام باستثمارات خاصة وخاصة استثمارات استراتيجية تتعلق بالحبوب خاصة. هذه العملية عملية خاصة جدا، وحاليا في توغرت لأول مرة قمنا بإعطاء إشارة الانطلاق لعملية الحصاد والدرس ل 500 هكتار كمرحلة أولى، نظرا لأن هناك مستثمرين هامين استفاد من تقريبا 8000 هكتار، وحاليا هم في هذه المرحلة في مرحلة البداية. نعم. إذن مرحلة البداية اليوم البارحة فقط قمنا بإعطاء هذه إشارة الانطلاق، وهذه تأتي تنفيذا للتعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية. نعم سيد الوالي، ونتحدث أيضا عند نتوقف أيضا عند هذه أهم المؤشرات لمقومات ولاية توغرت في هذا المجال، فالتي هي تحصي المساحة الإجمالية تقريبا 1,400,000 هكتار المستغلة بأزيد من 25,000 هكتار، والمسقية أيضا أكثر من 23,000 هكتار. يعني لو لاحظنا بأن الحصة معتبرة طبعاً بالنسبة لولاية توغرت. طبعا كما قلت هذه المساحات تخص كل الزراعات. نعم. كل الزراعات، زراعات الخضروات، زراعات الفواكه، زراعات الاستراتيجية كالحبوب، النخيل أيضا، لأن كما تعلمين أن توغرت من بين الولايات التي تحتوي على تقريبا 1,500,000 نخلة على مستوى، ومن الولايات التي الإنتاج نتاعها على مستوى الولايات تقريبا 1,434,000 قنطار في السنة. نعم. إذن ويتم أيضا تصدير التمور إلى مجموعة من الدول الإفريقية وبعض الدول. سنصل سيد الوالي للحديث على نقطة التصدير والتي هي نقطة مهمة جدا عندما نتحدث عن هذه المقاربة الاقتصادية. أتوجه إليك السيد سيد والي ولاية أدرار السيد العربي بهلول بالحديث أيضا على مقومات ولاية أدرار على المستوى الفلاحي، المساحات أيضا التي المساحة الإجمالية اللي هي أيضا تعتبر هي مساحة معتبرة بالنسبة لولاية أدرار، ونعلم بأنها هي سباقة من حيث الإنتاج خاصة في الزراعات الاستراتيجية الكبرى، وكنا شاهدنا هذه الصور التي تأتينا من ولاية أدرار حول شساعة هذه المساحات. لو تعطينا لغة الأرقام والمؤشرات أهم ما تم تحقيقه بولاية أدرار سيد الوالي.
شكرا. اولا الاخت في اطار يعني تجسيد برنامج يعني نعرف باللي الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي يدخل في اطار يعني برنامج السيد رئيس الجمهوريه وضمن تعهداته والتزاماته. اذا ف اليوم تشرفنا يعني بدعوه السيد وزير الفلاحه والتنميه الريفيه وكذلك يعني مع السيد وزير الطاقة والمناجم ووزير الري ووزير كذلك المالية وممثل وزير الداخلية وممثل وزير الدفاع الوطني وكذلك هيئات ومؤسسات ويعني متدخلين في قطاع الفلاحة من أجل يعني هذا اليوم الدراسي كان حول يعني خارطة المؤهلات يعني في الجنوب الجزائري. فلما السيد رئيس الجمهورية راهن على قطاع الفلاحة ضمن تعهداته لازم نسجل بالدرجة الأولى أن هناك يعني إرادة سياسية قوية للسيد رئيس الجمهورية من أجل يعني الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الجنوبية. لما نتكلم على المقاومات فلازم نعرف باللي الجنوب الكبير ونظر على ولاية أدرا التي يعني أمثلها عندها مقاومات كبيرة تسمح يعني بخلق استثمارات كبرى تشارك في تحقيق الأمن الغذائي في الزراعات الاستراتيجية. فحاليا الولاية بها مساحة تقدر بحوالي 650 ألف هكتار يعني لما نتكلم على كل يعني أنواع يعني كما نقولوا نتاع العقار ومن بين هذه 650 ألف هكتار عندنا المساحة المستغلة هي حوالي 40 ألف هكتار. أما المساحة المخصصة لي الزراعات الاستراتيجية الآن رانا في 17000 يعني هكتار 17250 هكتار. الشيء اللي رانا نراهنوا عليه السنة المقبلة هو يعني باش نرفع هذه المساحة بحوالي 50%. راح نوصل تقريبا 25000 هكتار مساحة مسقية، فبالتالي راح ترفع قدرات يعني الإنتاج، ترفع يعني قدرات الإنتاج يعني أكثر يعني من هذه تقريبا تتضاعف مقارنة يعني بهذه السنة. فهذا يعني من جانب يعني كاين المقومات. من المقومات هي لازم نعرف أنه الأراضي في الجنوب أو الأراضي الفلاحية أو الجنوب الجزائري فيه مقومات كبيرة. لما نتكلم لك أنا على شبكة الطرقات، لما نتكلم لك على وفرة المياه، لما نتكلم لك على الألياف البصرية، لما نتكلم لك على الغاز، لما نتكلم لك على الكهرباء الفلاحية، فبالتالي كل هذه مقومات تسمح للمستثمر أنه يدخل يعني في الفلاحة العصرية العلمية. لأن كل مرة يطلب السيد رئيس الجمهورية أن الفلاحة لازم ينظر لها بنظرة اقتصادية طبعا. يعني ما لازمش تشوفها بنظرة أنه محيط فلاحي ترهنه أنت 1000 هكتار وما تخلص. نعم سيد الوالي، وأظن بأن هذا هو الهدف الأسمى من أجل جانب تحقيق الأمن الغذائي. أستاذ غويني، الآن السادة الولاة يتحدثون على كل هذه المقومات والاستراتيجية التي تضعها الجزائر والسلطات والدولة الجزائرية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق بوابة الصحراء التي كانت قبل سنوات قليلة فقط هي قاحلة واليوم أصبحت خضراء وتدر لنا بكل هذه المنتجات خاصة في الزراعات الاستراتيجية. ما هي هذه المقاربة الاقتصادية؟ كيف تصفونها أستاذ غويني من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي أيضا كسب هذه الرهانات الكبيرة التي تضحى الجزائر نصب عينها؟ هو له دلالة واحدة أن السيد رئيس الجمهورية يدير الاقتصاد بحكمة وتبصر وبذكاء، ليس ذكاء اصطناعي وإنما ذكاء اقتصادي. لأن النتائج بدأت تتحقق في أرض الواقع والسادة الولاة يؤكدون ذلك، ليس فقط كلامه وإنما بدأت القطاع الاقتصادي القطاع الفلاحي يتحقق، النتائج تتحقق في أرض الواقع. ضف إلى ذلك أن هناك نقلة نوعية حتى من العنوان اليوم الدراسي المدمجة، المقاربة المدمجة لتطوير الاستثمار الفلاحي في الصحراء، معناها تطوير المعرفة، تطوير هذه كلمة المقاربة المدمجة، تطوير المعرفة، تطوير الابتكار، تطوير الإبداع، ووجود تكامل وتعاون بين الأطراف المجتمعة اليوم لتطبيق ومواصلة تطوير القطاع الفلاحي. لأن الاقتصاد الجزائري الآن كما تحدث السيد رئيس الجمهورية في الكثير من المرات مرهون بتطوير القطاع
القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي، تطوير القطاع الفلاحي أقول لك أنه مرتبط بالصحراء، بصحرائنا الشاسعة. نعم. لأن مقومات أو منطلقات نجاح القطاع القطاع الفلاحي في 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 صحرائنا الكبرى. ضف إلى ذلك أن هذه الاستراتيجية الآن أصبحت يشارك فيها الجميع، وهذا مما دل اليوم أن السادة الولاة حاضرون مع 4 قطاعات أو 5 قطاعات وزارية. ما معنى ذلك؟ معنى أن أصبحنا نمتلك فريق يكمل بعضه البعض. ولما حضر حضور السادة الولاة في الاجتماع، لأنهم يعلمون جيدا ويدركون جيدا مؤهلة المناطق أو ولايته، وبالتالي هذه هي الاستراتيجية الحقيقية التي يبنى بها القطاع الفلاحي الذي نعول عنه كثير. ولما تشوف في 2023 هناك تقرير لمنظمة الفاو يشيد بتحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للجزائر. نعم، وهذه الأرقام أيضا سيد الوالي عثمان عبد العزيز، بالحديث أيضا أصبحنا اليوم دخلنا استراتيجية جديدة ومختلفة تماما، هو أننا مثلا في السنة الواحدة لدينا عدة مواسم للحصاد، وهذه من أظن من بين المؤشرات الإيجابية التي تدل مباشرة على النتائج الإيجابية التي يحققها هذا القطاع. طبعا الميزة الجنوب أن هناك فصلين. نعم. للحصاد، يعني هذه الميزة يتميز بها الجنوب، والجنوب أيضا الميزة نتاعه أنه لا يتأثر بالتغيرات الجوية، إذن دائما المياه متوفرة والحمد لله، حبان الله سبحانه وتعالى بمياه عذبة وجوفية. إذن نحن الجنوب هو الذي يمون الشمال. نعم. الجنوب خاصة المثال نتاع تاتوغورت حاليا. نعم. ان البذور حاليا غرس البذور، تكثيف البذور هي عملية استراتيجية. نعم. على المدى القصير والبعيد. ما هي هذه الرؤية التي تسعى من خلالها الدولة الجزائرية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تكثيف البذور؟ لأنه هدف استراتيجي. هدف استراتيجي كبير، هو أولا الاكتفاء الذاتي. نعم. هذه أولا. ثانيا المحافظة على هذه البذور، لأن المحافظة على البذور والبذور نوعية البذور. نعم. محافظة على نوعية البذور، لأن استيراد البذور دائما له ما يقال. نعم. استيراد البذور إلى آخره، لكن عندما يكون عندنا البذور نتاعنا، البذور المحلية، ويكون اكتفاء ذاتي، فلا نكون لا عفوا سيد الولي، لا بأس أيضا أن توقف عند بعض الإجراءات والتي هي مهمة جدا، وأظن أنها كانت من بين الأسباب المباشرة لتحقيق هذه النتائج الإيجابية، والتي كانت من بين قرارات السيد الرئيس، وهو تحديد أجهزة الدعم والتكفل بما يقارب 172 مليار دينار جزائري بعنوان سنتي 2023-2024، وأيضا تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني برفع أسعار الحبوب من الفلاحين والمنتجين المحليين. هما نقطتين مهمتين وقرارين مهمين قد دعم فلاحو الولايات الجنوبية من أجل تعزيز الإنتاج. طبعا إذن ما يقال فيما يخص الجزائر هو تدعيمها للفلاحين، تدعيمها لتقديم الدعم الكامل للفلاحين من كل النواحي. نعم. من ناحية المكننة. نعم. من ناحية الدعم أسعار الحبوب، وهذا يؤدي بنا إلى الحفاظ على مستوى المعيشة للجزائريين. نعم. مستوى أيضا مستوى أسعار الحبوب على المستوى الوطني. نعم، وسيد الوالي وضيف الكرام، ندعوكم لمتابعة الآن تصريح وزير الري طه دربال في هذا التسجيل. عمل القطاع على تقديم المرافقة للمستثمرين في الفلاحة بالجنوب، عبر منحهم كل التسهيلات فيما يخص الاستفادة من رخص حفر الآبار بالمنطقة، وهي المخزون الاستراتيجي الكبير من المياه الجوفية.
إذن هو أيضا المياه الجوفية سيد والي ولاية أضرار، كنا نتحدث أيضا هي من بين أهم المقاومات أيضا التي تسخر بها الولايات الجنوبية. السيد الوزير يتحدث على هذه النقطة من خلال تنفيذ البرنامج الاستراتيجي من خلال تعبئة الموارد المائية، كيف تمت العملية، كيف تقيمونها على مستوى ولاية أضرار؟ شكرا. يعني حبيت نضيف برك في العقار الفلاحي بالبلاد عندنا 635 ألف ونحن بصدد يعني استكشاف حوالي 1,000,000 هكتار جديدة اللي راهي في الدراسات، يعني باش ربما الناس تكون عندها فكرة بلي كاين مساحات اللي راح نحضروها إضافة على المقومات. يعني كاين قلنا بالدرجة الأولى هناك يعني هذا من في برنامج السيد رئيس الجمهورية كاين مقومات، كاين هدرتي على الدعم يعني كبير لا في مجال الكهرباء الفلاحية ولا في مجال رفع يعني سعر القنطار لا في القمح الليين ولا في القمح، إضافة على يعني حتى الفلاحين ولا المستثمرين يعني اللي أحييهم يعني من إذاعة أنه يعني تقريبا من مؤسسة التلفزيون أنه تقريبا الناس بدأت يعني تتمشى بطرق علمية، يعني على سبيل المثال لما يقوم بزراعة صيفية وزراعة شتوية راك عارف بين الذرة الصفراء والقمح اللين، فمثلا احنا كإدارة مجندة مثلا مع السيد وزير الموارد المائية بالنسبة للمياه الجوفية هذه كما يقول لك هذا خير أكرمنا به الله الحمد لله في هذا في الجنوب الكبير، فاحنا نصدر التراخيص تقريبا بعض المرات لمدة ساعة على سبيل المثال. أنا عندي 3 مستثمرين عموميين في مدة ساعة اداو يعني التراخيص نتاعهم، فبالتالي الحمد لله التحدي المقبل هو أنه رفع المساحات المسقية ويعني تجنب الجميع لأن كل الظروف مهيئة يعني على رأسها يعني القرارات السيادية للسيد رئيس الجمهورية في مجال الفلاحي. نعم سيد الوالي. أستاذ العربي غويني أيضا أبي الحديث على كل هذه الاستثمارات، تقريبا هناك هذه الاستراتيجيات المتعلقة أيضا قبل أن نتحدث عن دعم الاستثمار الفلاحي عن طريق استصلاح الأراضي أيضا، وهناك أيضا بعض النقاط المتعلقة بأولا سداد القروض الفلاحية، لدينا قرض رفيق وقرض الممولين أيضا، وكل هذه الإجراءات التمويلية من أجل دعم ودفع المستثمرين نحو هذه الزراعات الاستراتيجية. ما رؤيتكم أستاذ وما هو تحليلكم الاقتصادي عندما نحفز المستثمرين للتوجه إلى هذا النوع من الزراعات التي كانت في وقت قريب كما ذكرنا قليلة الاستثمار بالنسبة للصحراء؟ نعم هذا هو فلسفة الاستراتيجية وفلسفة الاستراتيجية التي اتبعها السيد رئيس الجمهورية منذ أن تولى الحكم بحيث ركز كثيرا على القطاع الفلاحي، وحتى قانون الاستثمار 2022 في بنوده يؤكد على ضرورة التطوير والاستثمار في القطاع الفلاحي. سؤال لماذا؟ لأننا نملك مؤهلات تجعلنا ننافس في هذا القطاع ونستطيع أن نطور القطاع الفلاحي، وبالتالي وشصرا تم منح كل الامتيازات والتسهيلات من أجل توفير مناخ ملائم للفلاح، بحيث وضع الفلاح ولأول، وأقول لك أن نحن نتحدث في 4 سنوات لا نتحدث عن 10 سنوات، نحن نتحدث فقط على 4 سنوات، وضع الفلاح الحقيقي بهذه الكلمة الفلاح الحقيقي وضع في أريحية ووفرت له كل مسائل التمويل. زيد المشكل حتى كلمة المدمجة هذه عندها دلالات أخرى. نحن الآن نفكر كما تكلم سيد الوالي ولاية أضرار عندما كذلك استضافوا مشروع قطر، لما تشوفي الآن أصبحنا نتحدث عن المزارع النموذجية. لا بأس أن نتوقف في نقطة مهمة جدا أيضا عن بالحديث أيضا على كل هذه التحفيزات، لكن عند نوعية الإنتاج فيما يخص الاحتياجات الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار الحبوب والبقول الجافة والبذور الزيتية والحليب والسكر، لماذا تحديدا هذه المنتجات التي أرادت الجزائر أن تطورها من خلال جنوبنا الكبير؟ لأن خزينة الدولة عانت الأمرين من حيث عملية استيراد مثل هذه المواد. واحدة. اثنين، أن التطورات الحاصلة الإقليمية والدولية تجعل الدول المستوردة لمثل هذه الموارد في خطر. نحن كنا لا نؤمن غذاءنا، وبالتالي معنا استراتيجية السيد رئيس الجمهورية دفع
الإنتاج المحلي والوصول إلى تحقيق ما يسمى بالأمن الغذائي من خلال واش؟ من خلال توفير هذه المواد. والإشكالية والشيء الإيجابي أن السيد رئيس الجمهورية أدرك، أقول لك بهذه الكلمة، أدرك مقومات بلادنا، وهذه المقومات من مياه جوفية ومن موارد بشرية، والآن أصبحت الإدارة ساهرة ترافق، وهذه لأول مرة معنا الإدارة أصبحت الإدارة المحلية ترافق الفلاحين، وأصبح وتستقطب أيضا الفلاحين، تبحث عن المستثمرين الجديين، وهناك مجهودات جبارة يبذلها الأولاد من خلال مثلا من خلال استرجاع آلاف الهكتارات التي كانت ضائعة. وأيضا من بين المجهودات الجبارة سيد والي ولاية تجرت هو التوجه نحو الاستصلاح الدائم. نتوقف عند نقطة الدائم وعن ما الذي تم تحقيقه بولاية تكرت. الاستصلاح الدائم هو يدخل في إطار الاقتصاد والاقتصاد الدائم، نعم، والتنمية المستدامة. نعم، التنمية المستدامة. اليوم كما قال الأستاذ حاليا تم استرجاع ما يقارب في تجرت فقط ما يقارب 300,000 او اكثر من 300,000 هكتار من الفلاحين المتقاعسين، او ما كانوا يسمون بالفلاحين، يعني ما نقدرش نقول لهم فلاحين لو كانوا هناك يعني فلاح. اذا نعم، اذا وهذه المساحة الكبيرة وهذه الهكتارات ستمنح وتعطى للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأيضا للأراضي الصحراوية، نعم، لكي يستفيد منه تستفيد منها كما قلت المستثمرين الجادين. كيف لعبت هاتين المؤسستين سيد الوالي، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، كيف لعب دورهما في ولاية تجرت من حيث الاستقطاب والمرافقة أيضا الفلاحين وتحقيق هذه النتائج؟ طبعا السيد رئيس الجمهورية عندما قرر أن يكون منح الأراضي الفلاحية للديوان عبر منصة رقمية تكون إذن تضفي الشفافية، نعم، تضفي الشفافية على المنح وتضفي الشفافية على منح هذه المساحات الهامة أيضا، نعم. وأيضا الدواوين معروفين بأنهم يحتوون على كفاءات جزائرية، كفاءات معروفة مختصة من أجل متابعة ومرافقة هؤلاء الفلاحين وهؤلاء المستثمرين، بالإضافة إلى المكتب الدراسات للتنمية الريفية. نعم، وأكيد بأن مرافقة الفلاحين سيد والي ولاية أدرار كانت مهمة جدا من خلال دعم ويعني الحصاد كل هذه النتائج الإيجابية. أيضا من بين النقاط المهمة جدا سيد الوالي هي إنجاز بنى تحتية جديدة لتعزيز تخزين الحبوب، والتي تعتبر تقريبا ساعة التخزين الكلية للبرنامج ب 47.5 مليون قنطار. لو نتحدث عن ولاية أدرار التي ذكرنا بأن المقومات مهمة جدا، والنتائج أيضا الإنتاج والحصاد أيضا يحقق نتائج مهمة جدا، كان لابد من سياسة التخزين. بالنسبة لقدرات التخزين، أولا كما يعني تفضل الأستاذ والسيد الوالي الزمين، أنه اليوم الفلاحة يعني تستقطب مستثمرين كالفلاحين والمستثمرين الجادين أصحاب رؤوس أموال عن طريق الديوانين، هذو ديوان الأراضي الصحراوية، نعم، ولا الديوان الوطني، من 100 هكتار إلى غاية مساحات لأكثر من 10,000 هكتار اللي تمر عبر يعني ما يسمى بالرواق الأخضر تاع المستثمرين الجادين، لأن اليوم كتسمع استثمارات بالمليارات الدولارات يعني، نعم، باستعداد مناصب شغل يعني هامة. فبالتالي هذا لازم يواكبوا قدرة التخزين، يعني هذو كل داخلين في نظرة السيد رئيس الجمهورية. تقريبا 30 صومعة تخزين صومعة الحبوب. لما نتكلم على ولاية أدرار، ولاية أدرار يعني في الظرف الحالي عندنا رانا في يعني طور الإنجاز أو الانطلاق ل هياكل تستقبل أكثر من 3 مليون قنطار. فمثلا عندنا صومعتين يعني واحدة بمليون قنطار، واحدة بمئة ألف يعني قنطار،
وعندنا كذلك في إطار الاستثمار العمومي عندنا 11 مستودع بحوالي 550 ألف قنطار، وعندنا في إطار الاستثمار الخاص مع ديوان تربية الأنعام 1.15 مليون قنطار، وعندنا مع الشركة الجزائرية التركية 300 ألف قنطار. لأنها ربما نعطيك مثال تاع الشركة الجزائرية التركية، لما تكون عندك يعني قدرة تخزين يعني باش تعرف بلي يعني في النظرة هذه انت الاستشرافيه تاع سيد رئيس الجمهورية، لما يكون عندك يعني اماكن للتخزين فبامكانك، لان كاين امر علمي اللي عنده علاقه بالبذور، فبالتالي عمليه التكثيف والبذور لازم تعتمد بذور تتماشى مع المعطيات نتاع المنطقه، لان كل بذور عندها كاين بذور اللي يجيب لك 80 85 قنطار في الهكتار، وكاين بذور اللي ربما يجيب لك اقل من 30، فبالتالي في الصحراء في المساحات هذه الشاسعه على الاقل تكون في 60 قنطار يعني في الهكتار. نعم. فبالتالي تحضير بذور وهذا الشيء اللي رانا نرافقوا. نعم. المستثمرين والفلاحين نرافقوا من جميع الجوانب. نعم. قال مثلا تعليمات السيد رئيس الجمهوريه في هذا المجال خلاص، يعني في اطار الدعم في اطار كذا في المرافقه، حتى العقار الفلاحي يخرج عن طريق يعني بوابه رقميه يسمح لكل الجزائريين يعني يشاركوا يعني من جميع تراب الوطن، الانسان اللي عنده صحه ماليه يعني يقدر يتقدم وعنده اداره. وحتى على مستوى المستثمرات الفلاحيه رانا نطوروا، حسينا بلي كاين تطور سريع. هو مثلا قال المستثمر الفلاحيه ماهيش ارض يعني تبقى خاليه، ولكن وانما لازمك تهيئها، يعني عطيك الكهرباء التكنولوجيا ايضا حديثه تم ادخالها السيد الوالي في هذه الاستراتيجيه ايضا. عندنا صدقيني باللي عندنا اللي الرشد يعني والرحمه بالذكاء، وعندنا كذلك اللي يستعملوا مرشات بغاز البروبان للكهرباء. نعم. يعني اصدقاء بيئه كما يقال. اليوم كاين افكار، اليوم الناس راهي تبدا، لان كاين اراده سياسيه قويه للسيد رئيس الجمهوريه. حتى تحضير يعني المستثمر الفلاحيه تغير في عقول المستثمرين، اصبح عنده قاعده الحياه، اصبح عنده العياده، اصبح عنده المستودعات، اصبح عنده وين يصنع الماتيريال نتاعو، اصبح عنده يعني كي تدخل يعني مباشره يعني المستثمر الفلاحيه عنده حتى الاماكن تاع تربيه المواشي، عنده الاماكن تاع تربيه الابقار اللي جينا في اطار المقايضه، الناس عنده مرشات محور نتاع يعني الانعام ولا ما يسمى يعني بالفصه ولا لونسيلاج. يعني كاين الناس تحس باللي كاين ثقافه، والناس اليوم عندها ثقة باش. نعم. يعني لان الفلاحه صراحه شفنا حتى المستثمرين شفنا باللي الناس تبدا، وشفنا حتى اطارات موظفه، يعني ما اصبحش التوظيف غير في الاداره او عن طريق الخزينه العموميه، اصبح التوظيف، لان لما نتكلم لك الشركه الجزائريه التركيه فيها 200 منصب شغل. نعم. جزائري وفيها 20 تركي، ولما لا ربما مستقبلا حتى تطوير السياحه الزراعيه او ما يسمى بلاغرو توريزم، يعني تقريبا، لان احنا وجب علينا. نعم. ان نقوم بترقيه المنطقه، وهذه القطاعات يراهن عليهم السيد رئيس الجمهوريه في تعهداته. نعم. وايضا من بين القطاعات التي نتابع الان تصريح السيد وزير الطاقه والمناجم محمد عرقاب، والذي يؤكد على ضروره وضع اطار عمل للتعاون بين قطاعي الطاقه والفلاحه يسمح باستغلال المحروقات والاراضي الفلاحية. نتابع تصريح السيد الوزير. يعمل قطاعنا على تسهيل الوصول إلى الأراضي الزراعية من خلال وضع إطار عمل للتعاون مع قطاع الفلاحة، وسيسمح هذا باستغلال المحروقات والأراضي الفلاحية على نفس المساحات. إذن استمعنا الآن إلى تصريح سيد وزير الطاقة والمناجم مستدى العربي غويني. أيضا كنا نتحدث على هذا التكامل ما بين القطاعات وهذه الإرادة السياسية القوية جدا، والتي ترجمت اليوم من خلال هذا الاجتماع التنسيقي مع كل الوزراء لاحظنا قبل قليل. وأيضا من أجل السيد وزير الطاقة يتحدث هنا من أجل تسهيل التعايش بين المشاريع الزراعية الاستراتيجية وأنشطة المحروقات. كيف ترى أستاذ هذا التعايش الذي يتحدث عنه الآن السيد الوزير؟ وصلنا الى 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 النوعيه في الاداء، وصلنا الى النوعيه في التعاون، وصلنا الى النوعيه في التكامل، لان القطاعات الموجوده اليوم في هذا الاجتماع تكمل بعضها البعض، وليس كل واحد مسؤول على 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 جزء من العمل، وانما وصلت بتخطيط من السيد رئيس الجمهوريه الى خلق فريق عمل يكمل بعضه البعض. اليوم
الطاقة وزير الطاقة يكمل وزير الفلاحة، وزير الري يكمل وزير، لأن القضية الآن اليوم الاجتماع على الاستثمار الفلاحي معناها الأساس هو، لكن لما تشوفي وزير الاتصال ووزير الطاقة ووزير يكملون هذا القطاع، لأن لا يمكن أن نصل إلى التنوع الاقتصادي ولا نصل إلى تحقيق الأمن الغذائي دون أن تكون هناك بطبيعة الحال وجود إرادة سياسية حقيقية لرئيس الدولة، والتي لم تكن في السابق. في السابق كان الهم الوحيد تطوير القطاع الريفي. لا بأس أن نتحدث هنا حتى نأتي مباشرة في حديثنا عن الكهرباء الريفية. هذه الاستراتيجية التي كان الفلاح في سنوات أخيرة يعاني من هذا المشكل وكان يحد من جهود الفلاحين. أقول لك كان يعاني من الكهرباء. نعم. يعاني حتى من توفير المازوت. نعم. يعاني من الطرق المهترة، التي يعاني حتى من المكننة. الآن لما اصدر قانون استيراد المكننة بعشر سنوات أو خمس سنوات، فهو تسهيل للفلاح. إذا وضع الفلاح في برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي استراتيجية رئيس الجمهورية، وضع الفلاح في أريحية تامة. وبالتالي لما وفرنا هذا المناخ، وش قال لك السيد الوالي عندما تحدث السيد الوالي، أصبحنا وصلنا إلى خلق مزارع فيها حتى فيها الحياة الاجتماعية وحتى فيها الحياة الثقافية. وفرنا كل ما يجب توفيره للفلاح حتى يبدع، وهذا هو الغاية من هذه الاستراتيجية. الآن كما كانت الناس تراهن في قبل 2019، كانوا يراهنوا باش نمشوا الى صندوق النقد الدولي وندوا المديونيه، وكانوا يراهنوا قال لك باللي ما كانش من لازم دائما نعتمدوا فقط على قطاع المحروقات. اليوم وصلنا الى 11 مليار دولار خارج قطاع المحروقات. قدم قطاعات صناعيه تم تطويرها. الان حققنا كذلك قفزه نوعيه في القطاع الفلاحي بما وفرنا له من بنية تشريعية، وفعطينا كل الوسائل المتاحة، وكذلك أصبح هناك تكامل بين الإدارة المحلية. نعم. وبين الإدارة المركزية، واليوم السادة الولاد حاضرين مع الوزارة لأنهم معنيون بهذه القضية ويشاركون بآرائهم، وبالتالي نحن ننتظر كثيرا أن يتطور القطاع الفلاحي تطور ملحوظ، خاصة مساهمته في الناتج الإجمالي ومساهمته كذلك في معدلة النمو. وكذلك الهدف الأسمى أننا نستطيع أن نفرض أنفسنا حتى في السوق الدولي في مجال قطاع الفلاحي. نعم أستاذ غويني. السيد الوالي ولاية تجرت، عندما نتوقف عند هذه النقطة وهذا التعايش بين وزارة الفلاحة والطاقة أيضا، تتجسد من خلال مشاريع، أولا ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء الفلاحية، وأيضا البيانات الجيولوجية لنتائج عمليات الحفر أيضا التي تساهم وترافق أيضا وزارة الطاقة وزارة الفلاحة في هذا الأمر. طبعا الطاقة هو مصدر الفلاح. إذا الطاقة، بدون طاقة لا يمكن أن تكون هناك فلاح، بدون طاقة لا يمكن أن نكون أن نعتبر أن هناك فلاحة صح جيدة. تعليم السيد رئيس الجمهورية بإنجاز الكهرباء الريفي أو الكهرباء الفلاحية بدون تغطية مالية هو قفزة نوعية في صالح الفلاح، في صالح المستثمرات الفلاحية، وهي لم تكن أبدا يعني هذا القرار السديد أدى إلى عمل جيد قامت به مصالح الطاقة، مصالح سون الغاز. ما هي أهم المؤشرات في ولاية تجرت سيد الوالي فيما يخص هذه النقطة؟ فيما يخص الكهرباء الريفي، الكهرباء الفلاحية، تم إنجاز تقريبا 29 مشروع ربط بالكهرباء الفلاحية. وحاليا بعد زيارة السيد وزير الطاقة إلى ولاية تجرت، تم تصريح بأنه سيتم ربط أكثر من 400 مستثمرة فلاحية لصالح ولاية تجرت. لصالح، كان هناك طبعا هناك تأخر فيما يخص الكهرباء الفلاحية في تجرت، لكن بعد قرار السيد وزير الطاقة في ولاية تجرت قرر بأنه ستنجز إن شاء الله
كل المشاريع التي كانت مبرمجة في السابق. نعم سيد الولي، والأكيد أن كل هذه المشاريع لا يمكن لها أن تتم إلا بالمرافقة المالية. نستمع إلى تصريح وزير المالية السيد فايد العزيز ونواصل نقاشنا. تتجسد الدعم الدولة للاستثمار الفلاحي في الجنوب من خلال جهاز الدعم الدولة من أجل تنمية القطاع الفلاحي. تم رصد بعنوان سنة 2023-2024 ما يقارب ب 172 مليار دينار جزائري. نعم، إذا سيد والي ولاية أدرار نستمع الآن إلى سيد وزير الفلاحة، والأكيد بأن المرافقة المالية والأغلفة المالية أيضا مهمة جدا من أجل تحريك كل هذه المشاريع. لو نتحدث على هذه النقطة وأهميتها وفيما يخص ولاية أدرار. كما تفضل السيد وزير المالية، يعني في تدخلي بمناسبة يعني اليوم هذا اللي كنا فيه يعني في على مستوى يعني وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أولا نهضر لك على ملف مهم طرحتي السؤال على الزميل ألا هو الكهرباء الفلاحية. لازم نفهم باللي الكهرباء الفلاحية عندها دور كبير كبير يعني في تطوير يعني الفلاحة، فبالتالي المنطقة نتاعنا يعني عارفة سرعة كبيرة يعني مع وزارة الطاقة والمناجم والمديرية العامة لصنع الغاز، فتقريبا على مستوى ولاية أدرار هناك في 650 ألف هكتار حوالي 15100 مستثمرة يعني فلاحية. إلى حد الآن رانا منتهين من يعني من قريب من 7000 يعني مستثمرة فلاحية و3000 في طور الإنجاز وواحد 6000 يعني بين طول الإجراءات أو الاستثمارات المستقبلية. نعم. بمبلغ تقريبا يظهر 40 مليار دينار يعني باش تعرفي، وهذه كما تقدم الزميل يعني راها بناء يعني على اتفاقات في إطار لجان ولائية بين مصالح يعني المصالح الفلاحية ومصالح صنع الغاز بطبيعة الحال يعني تحت رئاسة السيد الولي، فبالتالي الموارد المالية شيء كبير يعني أقره السيد رئيس الجمهورية، وحتى احنا اللي يمكن سمعنا المبالغ من طرف السيد وزير المالية صراحة مبالغ كبيرة يعني تسمح كما يقولوا تسمح للفلاح باش يتطور يعني، وحسينا باللي الجزائري يرفع التحدي ويتطور لما تكون يعني الإرادة يعني في الإدارة كما قلت في الإدارة المحلية باش ترافق السيد هذا يعني باش يوصل أنه يدخل المنتوج ويحفظ المنتوج. واليوم صدقيني أنه الناس بالذات يعني يكون عندها حتى تفكير أنها تخصص كل الأمور نتاعها باش تحفظ المنتوج نتاعها باش تحفظ كذا، فبالتالي التفكير نتاع الناس تطور، وإحنا هذا يهمنا بالدرجة الأولى لأنه التفكير هذا في سنوات يعني ماضية ما كانش اللي راهن على الفلاحة تسجل للسيد رئيس الجمهورية يعني كقطاع راهن عليه وثبتت المقومات وفي وقت قليل. إحنا لازم نعرفه باللي في وقت قليل وصلنا نتائج كبيرة، فإن شاء الله يا ربي أنا نظن باللي السنة المقبلة راح تكون الأمور مضاعفة لأنه الكهرباء الريفية لازم الناس تعرف مثلا نقول على مستوى ولاية أدرار راني نخدم في ولاية مساحتها 223 ألف كيلومتر مربع، هي ثاني ولاية في الوطن يعني صحراء يعني كبيرة وواسعة. بالنسبة للموارد المالية يعلم الجميع أنه بتاريخ 4 ديسمبر تم إجراء لقاء تاريخي حول الاستثمار الفلاحي في الجنوب على مستوى ولاية أدرار بحضور 5 وزراء و20 والي و20 رئيس مجلس شعبي ولائي وكذلك لجنة الفلاحة على مستوى مجلس الأمة وكذلك لجنة الفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني وكل الرؤساء المدراء العامون وكل الهيئات يعني اللي عندها علاقة بملف الاستثمار، وكل هذا يدخل في إطار يعني تنظيف مناخ الاستثمار. تم يعني إمضاء الاتفاقية اللي تسمح لجميع البنوك باش تمول يعني ماشي غير البنك الجزائري للتنمية الفلاحية وما يسمى بالبدر، كل البنوك يعني تمول الاستثمار الفلاحي، ونظن هذه إن شاء الله سمحت لكل مستثمر جاد أنه يقدم ملف لبنك ويتوجه لبنك من البنوك. هذه هي النقطة المهمة جدا سيد الوالي. أستاذ غويني يتحدث عنها السيد الوالي، هو أيضا من حيث التمويل تقريبا 86 مشروع يغطي مناطق الجنوب بمبلغ 19 مليار دينار جزائري، هذه بعد الإحصائيات التي قدمت في بداية هذه الاستراتيجية من خلال تمويل الاستثمار وتمويل الاستغلال والتمويل أيضا الفلاحي. كل هذه الأنظمة التمويلية لهذه المشاريع الاستراتيجية الأكيد بأنه تعكس هذه الإرادة من جهة وتعطي هذه المقاربة
هذه المقاربة الاقتصادية التي تراهن عليها الجزائر أستاذ حويني؟ المقاربة وكذلك عامل من بين العوامل الأساسية لإنجاح هذه المقاربة. لأنه التمويل هو الأساس في القضية. الآن الاجتماع اليوم واليوم الدراسي وجود وزير المالية ضمان كافي لعملية التمويل. وهذا الجزء من جزء من الاستراتيجية لتطوير الاستثمار الفلاحي في الصحراء. هذه نقطة. النقطة الثانية أن شوفي في حديث السيد ولي أدرار وكذلك السيد ولي نحن نتحدث عن الاستثمارات الجادة. نحن الآن الجزائر أصبحت تتحدث عن الاستثمارات الفلاحية الجادة. ونتحدث عن الفلاح الجاد، وبالتالي تمويل الفلاح الجاد وتمويل هذه الاستثمارات الفلاحية الجادة سوف يؤدي حتما إلى تحقيق ما يسمى بالأمن الغذائي، وكذلك تحقيق تطوير الإنتاج الفلاحي الذي نحتاجه خاصة في الوضعية الحالية وحتى في الوضعية المصر. الآن نتحدث عن 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 استشراف، لم نكن نتحدث من قبل عليه الصلاة، أرانا نتحدث على 5 سنوات أو 10 سنوات للإنتاج. هذه الجلسة سوف تؤدي حتما إلى رسم مسار تطوير القطاع الفلاحي على مستوى 5 سنوات أو 10 سنوات. ما معنى ذلك؟ ما احنا الآن وفرت الدولة المعايير العلمية والدق والمنطقية لمنطلقات إنجاح هذا القطاع الفلاحي، ووفرت الآن لما شوفي حتى المواضيع اللي راك تكلمتي عليهم نقطة نقطة نقطة، هي كلها منطلقات لتطوير القطاع الفلاحي أو لتطوير ما يسمى بالاستثمار الفلاحي. لماذا؟ لأن مسألة الاستثمار الفلاحي في الصحراء تتطلب تكاثف كل جهود، وكذلك تتطلب أموال ضخمة، وكذلك تتطلب إرادة حقيقية، وتتطلب كذلك مناخ والعلم. الآن كل هذه الظروف مهيئة وفتح المجال للمستثمر. وحتى نقول لك مسألة أخرى، أن حتى في قانون الاستثمار 2012 لا نفرق بين المستثمر العمومي ولا المستثمر الخاص ولا حتى المستثمر الأجنبي. الآن السيد ولي تحدث عن الاستثمارات التركية أصبحت تلعب هذه الاستثمارات التركية لو لم تجد المناخ الولائي ما يقدروش يستثمروا فيها. وبالتالي هذا عامل كذلك جاذب على نجاح الأتراك في أضرار، عامل جاذب للاستثمارات. وكيفاش ينجح هذا الاستثمارات التركية في الفلاحية التركية؟ لو لم تقم الإدارة المحلية بواجبها وفرت كل ما يمكن توفره بطبيعة الحال. وهذا عامل كذلك أقول لك، الآن أدرت سوف تستضيف الاستثمار القطري. وبالتالي أقترح عليك أستاذي وضيوفي الكرام بالتوجه إلى ولاية غردايا مع الزميل أمين شقبقب، والذي قام بهذا الحوار مع السيد رئيس غرفة الفلاحية لولاية غردايا وممثل لولايات الجنوب للغرفة الوطنية للفلاحة. إليك أمين. هذا الشيء القفزة النوعية، الحمد لله نحن نتحدث عن قفزة نوعية في الميدان. ولما نتحدث عن القفزة الميدان هي ثمرة أولا للإرادة السياسية القوية للسيد رئيس الجمهورية، والقرارات التي جاءت تباعا عبر مجالس الوزراء المتعددة وعبر الإرادة ورسم الأولويات في استراتيجية واضحة اقتصادية لجعل الفلاحة والمواد الاستراتيجية قاطرة للتنمية والأمن الغذائي، جعلت منه باش يكون من أولويات الدولة، وهو التزام للسيد رئيس الجمهورية، لسيما الالتزام 19 المتعلق من بعصرنة وتطوير الفلاحة في الجزائر. طبعا القرارات بالنسبة للفلاحة الصحراوية، الفلاحة الصحراوية ما يخفاكش باللي الاستثمار صعب في مناطق صعبة وتضاريس صعبة، لكن لما تتوفر الإرادة، لما تتوفر التسهيلات ومحاربة العراقيل البيروقراطية، لما توفر مناخ واضح للاستثمار، هذه الورشة تجسدت عبر قرارات، منها قرارات تتعلق بالعقار الفلاحي
وتسهيل الإجراءات من خلال ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الجنوب أوداس والأجهزة الأخرى، ديوان الأراضي الفلاحية، أيضا ربط المزارع والمستثمرات بالكهرباء، مراجعة سعر الحبوب، سعر اقتناء الحبوب كان عنده أثر واضح بالنسبة للنقلة وتحفيز الفلاحين والمستثمرين للانتقال إلى الاستثمار في هذه المادة الاستراتيجية، أيضا مراجعة الدعم بالنسبة للأسمدة والمدخلات في هذه الشعبة الاستراتيجية. كل هذه بعض من القرارات اللي كان عندها أثر واضح في هذه القفزة النوعية، ولعل الأرقام والمساحات تتحدث. إذا نواصل نقاشنا في هذا البلاتو المخصص للحديث عن الاستراتيجية الوطنية للزراعة الاستراتيجية بالجنوب الكبير. أتحول إليك سيد والي ولاية تجرت، كنا نتحدث قبل قليل على أهمية الاستثمار وجذب المستثمرين الجديين إلى مجال الفلاحة، سواء كانوا من الجزائريين أو الأجانب أو أيضا أبناء المنطقة الذين يودون أيضا التوجه نحو هذه الاستثمارات. لم نتحدث عن هذه الاستراتيجية، عن رفع العراقيل على المستثمرين المهتمين بقطاع الفلاحة. طبعا رفع العراقيل هي عملية دائمة. رفع العراقيل هي عملية دائمة تبدأ من الطلب، من طلب دراسة الطلبات ودراسة طلبات حفر الآبار إلى آخره. إذن العملية دائما متواصلة ومرافقة لكل المستثمرين، أقول الجادين. إذن في ولاية تجرت كل الطلبات، أو أيضا تم رفع تسديد ديون الفلاحين، تسديد ديون خاصة الفلاحين فيما يخص الكهرباء الفلاحية، دائما فيما يخص الدعم أيضا في الفلاحين، ممكن جدا في أسبوع 15 يوم يمكن إعطاء دعم فيما يخص حفر الآبار. يعني هو في حفر الآبار كما قال اليوم السيد وزير الري ممكن يكون الدعم 100%. نعم 100% حتى بين 90% إلى 100% في حفر الآبار. إذا هذه يعني التسهيلات الكبرى تعين على إيجاد فلاحة جادة، فلاحة منتجة. نعم سيد الوالي. سيد الوالي، أدرنا أن نتوقف دائما في هذه النقطة المتعلقة بالاستثمار، نتوقف عند أهمية الرواق الأخضر الذي للمشاريع التي تجاوز مساحتها 10,000 هكتار، والأكيد بأن هناك مشاريع تصل إلى هذه يعني هذه القيمة من المساحة 10,000 هكتار. لو نقف عند هذا الإجراء، أهميته وما الذي تم إحصاؤه بولاية أدرار أيضا؟ بالنسبة نرجع يعني نرجع للمؤشر، يعني المؤشر الإيجابي، لازم نعرف أنه هذا القفزة يعني الجزائر يعني مقبلة يعني تحت القيادة الرشيدة لسيد رئيس الجمهورية على قفزة اقتصادية تاريخية. نعم. وحنا يعني كممثلين لكلنا كنحكي على ولاية أدرار مقبلة كذلك على قفزة اقتصادية تشارك في الاقتصاد الوطني، فبالتالي صدقيني أنه كاين قلنا إرادة سياسية لسيد رئيس الجمهورية، أقر العديد يعني من المزايا للقطاع الفلاحي، بداية ب يعني تنظيف مناخ الاستثمار. نعم. يعني إصدار لازم نعرفه باللي سيد رئيس الجمهورية هناك يعني ثورة تشريعية ترافق يعني هذه الأمور وقوانين يعني دائمة. فلو المواطن، نرجع لك للمواطن الجزائري أو الفلاح أو المستثمر الجزائري. نعم. لو كان يلقى البيروقراطية ما ينجمش، فبالتالي محاربة البيروقراطية. نعم. والمرافقة عند السلطات المحلية واستحداث هذه الشبابيك الموحدة أو الخلايا على المستوى الإدارة، لأن احنا أنا الجزائر مقبلة على نمط سيري جديد، حتى احنا رانا داخلين في نمط سيري جديد يسمح بالتسهيل للمستثمرين الفلاحين. كما قال الأستاذ ما كانش فرق بين القطاع الخاص. نعم. والعمومي. عفوا، حتى نختم نقاشنا في سؤال ما قبل الأخير، ما هي آفاق التي تتوقعونها في ولاية أدرار من أجل رفع الإنتاج وأيضا مواصلة هذه المسيرة؟ يعني كل المقومات. نعم. وكل المزايا وكل الدعم وتعميم تمويل البنوك، كل هذا كاين. الإدارة ترافق. إذن التحدي هو رفع المساحات المسقية. نعم. وبالتالي عندنا يعني ولازم حتى تغير حتى يعني طريقة
متابعه ملف الفلاحه محليا لازم يتغير. قال على سبيل المثال اعطيت انا واحد الترخيص يعني بحفر الابار عنده 200 يعني نقب عميق لمده سنتين، لازم نتبعوا في المخطط التقديري. قال انت مثلا دخلت هذه السنه باربعه ولا خمس مرشات، قال اعطيني النظره نتاعك او يعني ما يسمى بمخطط تقديري او البلانينغ واش كدير تفتح. لازم هذه المتابعه هو يعني في وقت مضى في قبل 2019 تعطي الانسان ارض فلاحيه وتخليه وحده في صحراء ما يقدرش يبدع وما يقدرش. ولكن اليوم لازم تغير، لازم النمط السيري نتاعنا احنا محليا يتغير ويتواكب مع قوانين سيد رئيس الجمهوريه على راسها الرقمنه والوحابط. وكذلك يعني ما لازمش تكون بيروقراطيه كبيره ولازم تكون متابعه ولازم يكون تحفيز وتشجيع نتاع كل الاطارات اللي راهي محليا ترافق يعني هذا القطاع نتاع الفلاح. لان كما تفضل الاستاذ قال بلي كل نشوف شحال القطاع ونسينا قطاع كذلك الصناعه والانتاج الصيدلاني. لان كاين كذلك تعليم تاع سيد رئيس الجمهوريه، ما لازمش ننسى بلي المارش المحوري راه 100% جزائري، ما لازمش ننسى بلي المكننه راه 100% جزائري، قال العتاد راه جزائري. يعني نقدروا اليوم كاين الابناء نتاعنا راهم نقول لك راهم يخدموا في مستثمرات فلاحيه في ولايه اضرر، فبالتالي يعني في القريب يعني ماهوش يعني يكون ان شاء الله يعني وننتظر ان شاء الله في الموسم المقبل رؤيه العديد من الشاحنات ربما المضاعفه، تلك الصور التي شاهدناها التي تاتينا من ولايه اضرار والمنيعه. سيد ايضا المنيعه ايضا سيد والي تقرت في كلمه ختاميه، ما هي رسالتكم لتوجهها لكل المهتمين بالاستثمار الفلاحي بولايه تقرت وباختصار انت فضلت؟ اذا قبل من ننتهي هذه الحصه ناكد على مرافقتنا لمجموع وكل المرافق المستثمرين الجادين على مستوى الولايه. نعم. الفرص متاحة أيضا، الفرص متاحة، هناك أيضا والأبواب مفتوحة. وأيضا نغتنم هذه الفرصة لكي في كلمة نتكلم على الإحصاء العام للفلاحة الذي راح يبدأ ينطلق إن شاء الله من على يومين. فهو إحصاء هام وهام جدا، عندنا 13 سنة و 14 سنة ما درناش هذا الإحصاء هذايا. راح يكون إن شاء الله إحصاء راح كل المعنيين كل الشركاء راح ننجحوا إن شاء الله هذا الإحصاء العام في هذه إن شاء الله. وستكون أيضا لنا فرصة للاستفادة والحديث على هذا الإحصاء العام بالنسبة للفلاحة. السيد عثمان عبد العزيز والي ولاية تقرت، شكرا لك سيد الوالي على حضورك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والوصف. وأيضا الشكر موصول لك سيد العربي بهلول والي ولاية أضرار، شكرا لك سيدي على حضورك معنا وعلى هذه التفاصيل. وشكر موصول لك أيضا السيد الأستاذ العربي غويني محلل اقتصادي. مشاهدينا الكرام أشكركم أنتم أيضا على حسن المتابعة والوفاء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.